الراديو 90 90، هواها مصري. ورجع لكم تاني في راديو بيضحك على راديو 90 90، ولسه مكملين ومنورين الاثنين. والله منورنا النجم الكبير والجميل جدا محمد ثروت. قول لي ايه رايك في موسم اجازه نص السنه؟ شفت بقى افلام ايه؟ شفت لسه بغداد الفلوس؟ شفت ايه؟ لا اتفرجت على لسه بغداد الفلوس للاسف ما امكانيش ان انا اشوفه، بس قريته يعني. هو كان اعترف يلا. هو الفلوس هو للاسف كنت انا مترشح لفيلم الفلوس، بس للاسف ما امكانيش ان انا اعمل الدور دوت، لان احنا كنا بنفتح مسرحيه 3 ايام في الساحل، كان لازم. وحصل ان هو اتفقنا ان لانه 3 ارباع تصوير في لبنان، فكنت لازم اسافر اسبوعين ولا 3 اسابيع، وملتزم بمصر وملتزم ببروفات 3 ايام في الساحل. وكان المتفق عليه ان هروح اصور 3 اسابيع في لبنان وهرجع، يكون لسه 3 ايام في الساحل قدامها شهر. تمام، فاوريدي عادي. تمام قشطه، يعني حلو. ممكن اغيب 3 اسابيع وابقى ارجع اكمل بقى ايه المسرحيه بروفات والكلام ده كله. طب فحصل ان الشركه المنتجه قعدت تاجل بناء على ظروف الكتابه وبناء على ظروف المعاينه والكلام ده كله. مواعيد تعرضت، فالمواعيد تعرضت خالص، فالشركه اجلت واحنا برضو اجلنا. فوصلت لحته اللي انا هسافر لبنان 3 اسابيع، هقعد اسبوعين في لبنان وارجع، يكون فاضل اسبوع على عرض 3 ايام في الساحل. يعني حتى مش هكمل التصوير هناك، هيبقى فيه اسبوع وهرجع، هيبقى فاضل اسبوع كمان على العرض بتاع 3 ايام في الساحل الافتتاح، فمش هينفع، الظروف ما ظبطتش. فاعتذرت بالشركه كده لشركه الانتاج وللمخرج سعيد المروق والتامر برضو، قلت لهم يا جماعه معلش انا اسف جدا، انا كان نفسي اكمل معاكم، بس حصل اللي هو تعرض في الوقت والكلام ده كله. ملاحظه الناس كلها واخده بالها منها ان افلام اللي بتنزل في نص السنه بتنجح وتعمل ايرادات على عيننا وراسنا، بس الافلام اللي بتنزل في العيد الصغير والكبير بتقش. ده سيزونز بقى يعني، ده الهاي سيزون. بس نص السنه برضو يعني سيزون، طول عمرنا متعودين انه سيزون والناس بتنزل تتفرج. انت ليه حاسس ان الموضوع خلاص بقى عيد، بس عيد كبير وصغير؟ بص، هو يعتبر اللي هو ايه السيزونين الكبار اللي موجودين، اللي هو العيد الكبير وعيد الصغير. سيزون نص السنه ده بحس ان هو يعني ايه اجازه، فالناس عايزه تتفرج على افلام جديده، فاللي هو الموضوع مش سيزون بنفس كلمه سيزون عيد، يعني الناس كلها لازم تخرج. الجو بيبقى برد كمان في نص السنه، الله ينور عليك. وفي الناس بتريح شويه في البيت وكده، فبيبقى نص سيزون زي ما بيقولوا. صح. وكان في عندنا سيزون موجود اساسا اسمه سيزون شم النسيم. طبعا رمضان كل سنه بيجي قبلها بشهر او بيبدر قبلها بشهر. السنه الجايه شم النسيم او اللي بعدها، يبقى تقريبا في رمضان. مش هنلحق نعمل اي حاجه. طب خلينا نروح من السينما بقى للدراما. مسلسل اللعبه، مسلسل حقق نجاح قوي جدا واتعرض على واحده من منصات الانترنت، وده حاجه جديده. ردود الفعل بقى اللي جات لك على المسلسل ايه مبدئيا؟ انا كنت مبسوط جدا بردود الفعل اللي كانت موجوده، لان هو يعتبر يعني ايه دور برضو جديد. حته الشغل مع شيكو طبعا وهشام ماجد حاجه جميله جدا، الاثنين فنانين جمال جدا، والاثنين فنانين كوميدي بالذات، يعني بيحبوا الكوميديا، بيحبوا المواقف، بيحبوا الارتجال. فحصل زي بيننا انا وبيني وبين شيكو زي كيميا كده في الفريق بتاعنا، لان هو عارفه ان هو المسلسل فريقين ومفروض ان هم بيلعبوا ضد بعض بيحصلوا نقط والكلام ده كده، فحسب المسابقه اللي موجوده. فعملنا شغل حلو انا وشيكو اساسا في المسلسل ده، وكنت مبسوط بردود الناس على فكره. في المسلسل جالكوا ومضيتوا واتفقتوا وهتبداوا تشتغلوا على انه رمضان، فجاه الدنيا اتشقلبت خالص. بفهم. وقت التصوير، وقت الكواليس، ما كنتوش محبطين من فكره؟ طبعا كنا زعلانين ان هو مش هيتعرض رمضان اللي فات. وقلنا بقى يعني الخيره فيما اختار الله، ما فيش مشكله خلاص بقى، هو اكيد يعني لما يتعرض السنه الجايه هيبقى احلى يعني. واللي كان متوقع ان هو رمضان ده رمضان ان هو احنا فجاه لقينا ان هو نزل على المنصه ديت. لما عرفت بقى ان هو نزل على منصه احنا اتضايقنا، يعني انا اتضايقت بالظبط. ده كان سؤالي ليك، ما قلتش ايه ده منصه ايه يا جماعه، ممكن محدش يتفرج؟ اتضايقنا انا وشيكو وبتاع، واتصلت بشيكو قلت له شيكو انت كنت عارف ان هو نزل والكلام ده كله؟ قال لي لا ما كنتش عارف والله معلش وبتاع، بس هو كده كده يعني خير يعني، اكيد باذن الله خير يعني. فلقينا ردود الافعال ان هو اتشاف اكتر من السيزون بتاع رمضان، لان الناس كلها بتخش في رمضان بيبقوا مشغولين كمان، كذا مسلسل والكلام ده كله. هو اتشاف لوحده، فده حاجه جميله جدا طبعا، اتيح له ان هو يتشاف بطريقه مناسبه وطريقه كويسه. اغلب النجوم بيخافوا من فكره المنصات ان هي لسه حاجه جديده علينا. الجمهور بس برضو لسه محتاج وقته عشان يسنك معها زي ما بنقول كده بالبلدي. في رأي تاني بيقول بس المنصات دي عدد المشاهدات فيها لا يمكن التلاعب فيه، يعني لما نطلع نقول المسلسل ده جاب مشاهدة كم مليون فهو جايب فعلا الكم مليون دي. انت حاسس ان المنصات دي مع الوقت هتبدأ تضغي على التلفزيون؟ بص، هو اعتقد والله اعلم ان هي هتضغي فعلا على التلفزيون. اعتقد ان هي
هتبقى زي ما تقولي ايه المنفذ الوحيد اللي انا اشوف مسلسل. التلفزيون هيتحول لنشرة اخبار اعتقد ويبقى توك شو، لكن المسلسلات ما اظنش ان هو هيترد على الكلام ده كله لسبب واحد، لان هو بيعتبر زي سنسور نجاح اي مسلسل. زي ما تقولي ان هو اللي عايز يتفرج على المسلسل بيخش على اللينك مخصوص وبيتشاهد ان هو شاف والكلام ده كله، فالفيورز موجوده والكلام ده كله، فبتحس ان هو عامل زي ايه، زي ايراد السينما كده. صح، فتحول لايراد سينما توثيق بقى. الله ينور عليك. فبالتالي ده اتفهم ان هو اعلى نسبه مشاهده، او اتفهم ان ده اتشاف كتير، او اتفهم كده. هنوصل عند اعلى نسبه مشاهده وعند الترند، ونطلع فاصل ونرجع تاني ونتكلم بقى عن المسلسل اللي كان ترند من اول يوم عرضه ما شاء الله. بس خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. رقم الاس ام اس 1 99 9 والتليفون 2 18 10.